طب احنا هنستنى شويه ولا هنتحرك يا مس زهره؟ يلا طلعي الولاد على الباص. يا بنات يلا يلا, يلا على الباص. يلا يا اولاد يلا. يلا على الباص. يلا يلا رحلة مهلبية بعون الليل. الأول عايزك تلبس الكمامة بتاعتك. البس الكمامة بتاعتك. أيوة كده كويس. Everything is okay. Everything is okay. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. ممكن كلمة يا دكتور عامر؟ اه طبعا يلا يا مهند اطلع. اوكي على مهل. باي باي. خد الله يخليك. هو في ايه؟ في ايه؟ نفسي أعرف أنت بتعمل كده ليه؟ بعمل ايه؟ جاي متأخر وجايب معاك مهند. وانت عارف الولد لو سمع كلمة كده ولا كده نفسيته هتتعب. وبعدين هو ملوش دور هناك، لو حس بكده هيبقى مش مبسوط. طب ممكن تثقي فيها شوية وما تقلقيش، انا عارف انا بعمل ايه، وهتشوفي مهند ده هيعمل لنا ايه ويفيدنا ازاي في الرحلة دي. ثقي فيا مرة. حاضر. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. مش طالع ولا ايه؟ انا في الطابور اهو. حاضر. اتفضلي اتفضلي. يلا بينا. صباح الخير يا اسطى. صباح الخير جميعا. صباح الخير. اقفل يا اسطى. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. الرحلات بتحلي كده ولا ايه؟ يا سيدي يا سيدي على الضحكة المدارية بقى. فول هانون ليبي مبسوط قوي 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 بجد. امبارسنج امبارسنج بجد على فكرة. أنا مش فاهم حاجة. أيوة بقول لك أنا محرجة بجد. أنا الوحيدة اللي في الرحلة طالعة ومعايا جوزي، ودي رحلة ساينس وأرت. أنا غلطان، أنا وافقت ميس فلاورز على فكرتها دي. ما هو ده الفرق اللي بيني وبينك. إيه؟ أيوة. يعني أنا أول ما عرفت الفكرة كنت مبسوط وفرحان وجريت وخدت أجازة من الشغل. إنما أنت كل مشكلتك شايلة هم زمايلي، مش كده؟ حتى لو مش زهرة بتديني فرصة إن أنا أقرب منك في أجازة ونحل مشاكلنا بقى اللي مش عايزة تخلص دي. بابا؟